مستر لاسارتي ليه تصريح مهم جدا وبيتكلم ان المباريات المتبقيه كلها مباريات مهمه ومباريات صعبه بالنسبه لنادي الاهلي، وقال ان احنا بنحترم كل المنافسين. طبعا شيء مفروغ منه ان اي مباراه هياخدها النادي الاهلي الفتره الجايه هي مباراه هامه جدا. اي مباراه هياخدها النادي الاهلي خلال الفتره الجايه لازم تكسب فيها، لازم تكسب فيها. ما ينفعش ان انت تتعادل، ما ينفعش ان انت تخسر، حتى زي ما قلت لحضرتك ولو في فرص حتى لو تعادلت هيبقى ممكن تاخد الدوري برضه. هتبقى الامور كلها في ايديك برضه. لكن احنا مش عارفين ظروف كل مباراه بتبقى ماشيه ازاي، كل مباراه بيبقى ليها ظروف. مهم جدا انك تركز، مهم جدا انك تركز في المباريات كلها، فانك تكسب اي مباراه بتاخدها، وباذن الله ان شاء الله النادي الاهلي يكسب كل المباريات اللي هياخدها خلال الفتره اللي جايه. مستر لاسارتي قال ان احنا بنخوض مباراه انبي بحثا عن الانتصار بالنسبه للفريق، وكيفيه ان احنا نضيف 3 نقاط جديده في مشوار النادي الاهلي، وهو مدرك تماما صعوبه هذه المباراه بسبب موقف انبي في جدول المسابقه، وشايف ان فريق انبي اكيد هيكون منافس وخصم شرس جدا في ارضيه الملعب. فده شيء اكيد مهم جدا، وان شاء الله باذن الله يكون الفريق موفق في تخطي هذه العقبه الصعبه جدا امام فريق انبي. فريق طبعا كويس جدا مع جهاز فني محترم بقياده الكابتن علي ماهر نجم النادي الاهلي السابق، واللي يمكن بيصادفوا سوء حظ خلال المباريات هذا الموسم مع فريق انبي. ممكن ما بنشوفش الاداء المتوقع من فريق باسم انبي، عارفين مدى امكانياته وتاريخه على مدار سنوات عديده من ساعه ما طلع الدوري الممتاز في بطوله الدوري، لكن يبقى منافس صعب، يبقى خصم صعب فريق انبي. ان شاء الله النادي الاهلي يتخطى هذه العقبه ويفوز في هذه المباراه.